أسعد الله صباحكم كما أسعد الله مساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس عبر سلام ميديا ونافذة آدال في رحلة في الذاكرة الإريترية. لقاؤنا مستمر عبر حلقات سابقة وقادمة مع المناضل عبد الله سليمان. المناضل عبد الله سليمان ضمن مهام مسؤولياته التي بدأت منذ انضمامه للثورة الإريترية في 65 تعددت من مرحلة الكادر المواطن الكادر الكادر السياسي القيادي إلى أن يكون مشرف عام على أهم وحدتي إدارية في جنوب إريتريا، ومن ثم تم تعيينه في العلاقات الخارجية كمسؤول عضو لجنة تنفيذية مرشح منتخب من المجلس الثوري لجبهة تحرير إريتريا في دورته في عام 1977. حدثنا في اللقاء السابق عن محطات أهمها كانت في منذ أن تحمل مسؤولية هذه هذا المكتب اللي هو خاص بالعلاقات الخارجية. تحدث عن دوره وتجربته وملاحظاته في اتفاقية اكتوبر مع الجبهة الشعبية، وكما أيضا فتح منافذ حول العلاقات مع الاتحاد السوفيتي في زيارة أولى وثانية كان هو عضو أساسي فيها. الأولى كان يرأسها والثاني كان يرأس رئيس المجلس الثوري، وفي تلك التجربتين أيضا أفادنا لموقف الاتحاد السوفيتي أو رؤيتهم حول مشروع التفاوض مع إثيوبيا لكن تحت مظلة الكونفدرالية أو الفدرالية أو الدولة الإثيوبية الاشتراكية. أستاذ عبد الله سليمان، عطفا على حديثك حول الاتحاد السوفيتي، كان سبق هذه الزيارة إلى زيارة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، هل حدثنا عن تلك التجربة وأهم محطاتها؟ اتصل بي رئيس مكتب الجبهة في الخرطوم أيوب بسرات، الماضي أيوب بسرات، أيوه، وقال لي في شخصية مهمة جدا يعني طالب حضورك. أنت كنت فين؟ أنا في دمشق كنت. والاتصال من الخرطوم؟ من الخرطوم. أيوة. جميل. فاتجهت أظن الخرطوم اليوم الثاني. أيوه. اتجهت و أيوب بسرات اتصل وكلمني عباس زكي، هو اللي طلب هذا الطلب، اللي هو مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الخرطوم، المناضل عباس زكي. أيوه. واتصل به وجاءني عباس الساعة 6 مساء. أيوه. وأخذني إلى بيت السفير، سفير ألمانيا الديمقراطية في الخرطوم، منزله في أول علاقة بين جبهة إريتريا. أيوه. وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. وقال السفير هناك محادثات تجري الآن، وهو يحدثك. أيوة. بين وفد من الجبهة الشعبية ووفد إثيوبي في برلين. برلين الشرقية. برلين الشرقية. ونريد أن تشاركوا في هذه المفاوضات. بعد 3 أيام. أيوة. أوكي. وقلت له نفس الكلام ده. نحن ما عندنا علم في اتفاقية اكتوبر في نص يقول اي مفاوضات مع النظام الاثيوبي تكون بوفد مشترك بين الجبهة التحرير الإريترية وبين الجبهة الشعبية. ده كان نص اتفاق وليس اتفاق حي. ايوه. اوكي. اتفاق حي، وحتى وزعناه حتى على سفارات كثيرة من ضمنهم ألمانيا الديمقراطية. افترض كان يعرفوا يعني. انتهى النقاش بأنه أنا قلت له لا نشارك في المفاوضات، دي حاجة انتهت يعني، لكن أنا شخصيا هتجه إلى برلين الشرقية لمقابلة المسؤولين الألمان. الألمان بالحزب الاشتراكي الألماني. اتفقنا كده ورجعنا، عدنا إلى دمشق
ووفد مني ومن الزين ياسين ومن صالح ياي. هؤلاء قيادات في حزب العمل. أيوة. بجانب أنهم قيادات. أيوة. صحيح. لأن زين ما كان عنده سلطة. أيوة. تنفيذية. أيوة. ويهنس للأماليام. اتجهنا وصلنا هناك في الليل. وبعد ساعة جانا رمضان محمد نور. في مقركم في برلين. أيوة. أيوة. المقر اللي وسلم علينا. وبعد السلام أعطانا مكتوب 60 صفحة تقريبا 52 صفحة. وأفادنا أنه هذه الأوراق الكثيرة هذه الوثيقة هي اللي قدمناها للوفد الإثيوبي. الإثيوبي. من كان يرأس الوفد الإثيوبي؟ برهاني باي. برهاني باي اللي هو مسؤول العلاقات الخارجية للحزب ليس للدولة. فأخذناها أخذنا النسخة دي. بعد ساعة جانا واحد من المسؤولين الألمان ماسك كمان نسخة وقال دي اللي قدموها الجبهة الشعبية للوفد الإثيوبي. والمحادثات فشلت وأسياس قد يغادر اليوم. نفس الوثيقة هي؟ نفس الوثيقة لكن رمضان اللي سلمنا رمضان ناقص منها تقريبا 18 صفحة. 18 صفحة. أوكي. شفت كيف؟ هو ادانا 52 صفحة والألمان جابوا 70 صفحة. كانوا 70 صفحة. قضينا الليلة. الصباح الألمان يجوا وفد الجبهة الشعبية قلت أساس حيسافر. هم قالوا لنا كده رمضان حيقعد. رمضان لا 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 الوفد كله ماشي فما أساس يعني كل الوفد الجبهة الشعبية. أيوة. أوكي. نعم. أوكي. أيوة. أنا فكرت أنه هو راح كلامك صح حيترك. أوكي. الآن نريدكم أن تجلسوا مع الإثيوبيين. أيوة. بحضورنا. أوكي. وقبلنا وجلسنا وبدأ الكلام برهان وباي. والحقيقة كلامه يعني كان مع عبد الله السرعة. أيوة كلام كان هجوم كان على. أيوة هجوم. أنتوا عندكم علاقات مع الأنظمة الرجعية. أيوة. أمريكا كمان ذكر. أيوة. يعني كلام ونحن كنا قدمنا حل وانتوا رفضتوه. من قصته قدم حل من 9 نقاط ما أعرف يقول وانتوا رفضتوا نحن كنا نسعى للحل. وهذا كلام اللي كلها يعني بيكون فدرالية و... أيوة. وبعدين لا فدرالية وحكم ذاتي. أيوة. ف أنا رديت عليه وقلت له المسألة يعني القضية الإرثية وبدأت أشرح إنه كيف بدأت الفيدرالية وغيره شرحت هذا. أيوة. أيوة. ونحن قضيتنا قضية عادلة. أيوة. لم نكن في يوم من الأيام جزءاً من إثيوبيا. ده واحد. نمرة 2 مسألة الحل. ترأس الوفد كنت أنت. ترأس الوفد. أيوة رئيس الوفد. رئيس الوفد. معي الأخوان. أيوة. والفيدرالية هدم برضو هدمت. أيوة. وحصل قام مظاهرات وجه تنظيم اسمه حركة تحرير الإرثية وشمال. لا شرحت أنت. أيوة. الموقف الإرثي وانتهيت. أيوة. أيوة. شرحته كده وانتهيت. والألمان ما غايب عليهم. أيوة. الألمان يعني حسوا إنه يعني الهجوم ما صحيح اللي مارسوا اللي مارسوا اللي مارسوا الإثيوبي. أيوة. الوفد الإثيوبي. أيوة. أيوة. وانتهت. أوكي. الألمان بعدها جلسوا معاك. لا لا ما جلسوا معنا. طب انت كان طلبك اصلا ان تلتقوا مع الوفد مع الدوله الالمانيه. ايوه ما خلاص يعني ما هم قاعدوا من نفس الموضوع يعني. اوكي. ف اليوم الثاني رجعنا. رجعتوا لدمشق. لدمشق رجعنا وعرفنا انه اسياس لما غادر برلين الشرقيه طوال مشى في منظمه التحرير وطلب مقابله
ياسر عرفات. فين؟ في بيروت. في بيروت. أيوة. أيوة. وياسر عرفات فوض فاروق قدومي. فاروق قدومي. أيوة. وقعد معاه وقال له يا أخي نحن عملنا محادثات والآن الجبهة مستنفرة ونحن بيننا في اتفاقية وقد يجوز ما دارين ننزلق لحروب وانتوا لازم تجمعونا مع بعض عشان نتجاوز نتفادى الاقتتال ونتفادى المشاكل وكده. فاروق قدوم بلغ ياسر عرفات وياسر عرفات اتصل بالقادة اليمنيين في عدن وقال لهم الموضوع ده نحن لوحدنا ما نقدره وانا احوله ليكم انتوا نحن ندعمكم في اوكي. فوض ياسر عرفات منظمه التحرير باسم منظمه التحرير الفلسطينيه دوله اليمن الديمقراطيه الشعبيه ان تتبنى الحوار. ايوه انتوا طيب. اقدر وانتوا اوكي واكثر قربا لل كده مجموعتين واتجهنا لعدن. تمت دعوتكم؟ ايوه تمام كلنا اوكي مشيتوا. اتجهنا هناك وكان الاجتماع في المساء كلهم حاضرين عبد الفتاح اسماعيل وسالم ربيع علي رئيس الجمهوريه وصلاح قاسم يقول لهم يعني كلهم يعني ونحن موجودين وشعبيه موجوده وشويه الرئيس سالم ربيع علي تاخر الناس كلها جات يعني من الاجتماع يعني والبلد عبد الفتاح كان موجود ايوه عبد الفتاح علي ناصر كان موجود ايوه علي ناصر البيت كان موجود البيت ايوه سالم البيت ايوه صلاح بتاع العلاقات الخارجيه صلاح أيوة. ايوه في واحد كمان يعني القاده الكبار كلهم دي كلهم القاده الاساسيه يعني. أيوة. كلهم موجودين أيوة. اتاخر المهم ايوه ولما اتاخر يعني كانت في اخبار في صراع شديد يعني ممكن ينفجر في اي وقت في الايام دي بين اليمنيين نفسهم بين الحزب الاشتراكي الكلام ده سنه 7 ايوه 78 لا ده 78 ايوه جاء في النهايه لما انجلس وقبل ما يفتتحوا الجلسه سالنا عشاننا نحن كده قال لنا هل في مفاوضات تجري بين الثوره الاريتريه واثيوبيا ايوه والله احنا ما عندنا علم قلنا له احمد ناصر رد عليه ما عندنا علم ودخلوا في احمد كان موجود ايوه احمد ما كان موجود في المانيا لا في المانيا ما كان موجود ما كان موجود بس أوكي. في رحله عدن دي ايوه كان موجود اوكي انضم لكم من أيوة. من دمشق ايوه اوكي وتم تسويه الموضوع ارجع للاتفاقيه أيوة. وكذا 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 وانفض الاجتماع بعد اذنك عبد الله قد يكون هذا حتى على اذني خبر غير موثق لكن شهادة بوجودك على الأقل ممكن تشير لنا لو بالتأكيد أو بتوضيح المعلومة هذه. هذا التشنج بين الجبهة الشعبية والجبهة التحريرية للمجلس الثوري تحديدا حزب الشعب في داخل الجبهة الشعبية حزب العمل في داخل جبهة التحريرية هناك معلومة على أنه كان يفترض يتم لقاء أو مشروع قدم بين هذه القوة فيما بينهم على أنه يعملوا وحدة القوى اليسار في جبهة التحريرية وجبهة الشعبية. هل هذه المعلومة أولا تمت أم لم تمت ومدى مع علاقتك بها في ذاكرة التحريرية؟ لا علاقة لي بها لأنني لم أحضر اللقاء أيوة. لكن عرفت من القيادة نفسها من قيادة جبهة الحزب حزب العمل أيوة ما هم يعني عرفت انه نوقش هذا الموضوع توحيد الحزبين ولكن الجبهه الشعبيه يعني رات انه يجب ما تكون وحده متسرعه تكون على مراحل مرحله كده ايوه هل هذا اللقاء تم في داخل اريتريا في داخل اريتريا نعم فين بالضبط والله في هواشيت
حيث نتكلم احنا عن الزمان والمكان. ايوه للتوسيق فقط. ايوه هو شيته. اوكي. ولكن لا اتفاقية اكتوبر نجحت، لا هذه العلاقات المشتركة نجحت. فهناك معناها في تيار في داخل حزب العمل ينظر إلى بشكل أو آخر، الحزب هو اللي قدم المشروع صح؟ أيوة نعم. معناها في توجه كان أوريدي معلن من بعض الكوادر أو قيادات الحزب العمل على أساس فكرة التوحيد مع القوى الثورية في الجبهة الشعبية. صحيح كان موجود. ماذا الفترة الزمنية؟ الفترة الزمنية كانت متى المشروع ده طرح؟ والله أنا ما أتذكر الشهر، لكن هو حدود 77. هو 77. أوكي. طيب الأحزاب الشيوعية العربية الأخرى في هذه المرحلة، إحنا نتكلم عن المحور ده، كان موقفه إيه؟ الإيجاب أو السلبي؟ والله أو تجربتك أنت الشخصية. أيوه. طبعا أنا برضو كنت مسؤول علاقات الخارجية للحزب. للحزب. فبالتحديد أنا الجهات اللي اجتمعت بها، الحزب الشيوعي العراقي، حزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي السوداني، حزب الشيوعي السوداني، ومرة كده الحزب الشيوعي اللبناني. أيوه. خليل أيوه. حاوي. أيوه. أيوه نعم. أيوه. مواقف الأحزاب الشيوعية العربية كله سلبي. هو أيوه. حتى السوداني. لا غير السودان. السوداني كان لغاية 77. أيوة. بعدها تغير. أيوة نعم. في مرحلة أخيرة نعم. تغير. نعم. أيوة. وعقدت لقاءات كثيرة مع تيجان الطيب مسؤول الشؤون التنظيمية. أيوة. يكاد يكون هو الرجل الثاني كان يعني. لا لا هو أول حاجة الرمز من الرموز. أيوة. حزب ما في أيوة. شك. نقود ذاته طبعا. نقود كان مطارد وكان مختفي. أيوة. يعني فكل المهام كان المهم فهمت منه تماما. قال لي عقد مؤتمر سري لكل لا حكيت لنا عنه اللي هو بتاع مالطا. ايوه موقفهم كان كويس بعدين اتغير طبعا. اتغير ونقدر نتفهم التغيير ده لانه طيب متوازيا مع مواقف الاحزاب الشيوعيه والمنظومه الاشتراكيه هناك ايضا جبهه اخرى في اوروبا الاحزاب الاشتراكيه الديمقراطيه. كيف كانت علاقتنا معها؟ ونذكر انه كثير من الوفود الاريتريه كانت تشارك في كثير من الدول الاوروبيه في هذه الاجتماعات، تحديدا نسمع دكتور حبتي شارك، عمر جابر شارك. أيوة. كثير من القيادات اظن انت شاركت في واحده منهم. لا ما شاركت. ما شاركت فيها. بعثتهم انا كنت في كنت مسؤول عن الدائره كلها. ايوه في 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 في, في زمنك يعني في زمن. ايوه ايوه في زمني. ايوه في في اي ملامح كانت ايجابيه او دور هم اللي لعبوه في تقريب وجهات النظر؟ ومع هذا الكلام كان في لقاء تم بين الحزب الشيوعي الايطالي بتنسيق من الحزب الشيوعي الايطالي مع الاثيوبيين في روما، اظن اشرف عليه او كان مثلنا فيه ابراهيم ادريس اوتيل. طيب نبدا بيدي وبعدين نجي لدي. ايوه اول بالنسبه للاحزاب الاشتراكيه الاوروبيه المكاتب هناك. ايوه ذاته كان عندها علاقات مع هذه الاحزاب مكاتبنا. ايوه مكتب ونظماتنا الجماهيريه. ايوه وكدا. مكتب ايطاليا ومكتب باريس اللي كان فيه محمد ابو بكر لومومبا. لومومبا مع أوكي. انه كان لوحده يعني. ايوه ايوه لكن كان عامل علاقات مع ناس ميتران والجماعه. ايوه ودائما يعني التقارير اللي يرسلوها انه يعني علاقات كويسه يعني. ايوه ايوه بالنسبه ل حزب الشيوعي الايطالي الحزب الشيوعي الايطالي. أيوة. انا المفاوضات ذات علم ما عندي بها ربما حتى اليوم ربما ليس تعليق لا لا حتى اليوم. اوكي اوكي اذا يمكن انت سمعتها من مصادر حقيقيه وعندك معلومات ايوه افيدك ممكن تدينا ليها. لا انا سمعتها بس كخبر. أيوة. أيوة. سمعت لكن سمعت الخبر. ايوه كل ده ما تاكد بعدين. أيوة. سالت قالوا ايوه وما وصلنا لاتفاق طيب في لقاء اخر نجد قبزي دكتور نجد قبزي من ميسون كان مع ناس الدرق جاء وتم لقاء بينه وبين واحد من قيادات جبهه تحرير المجلس الثوري في عدن. هل ممكن يتحقق من المعلومه منك؟ لا دي انا ما بعرفها. ما بتعرفها. اوكي ان شاء الله في لقاءات اخرى مع هم داي يمكن يفيدنا. بس اذكر بحاجه واحده الاجتماع لما صالحنا في عدن نحن والجماعه وانتوا جبهه شباب. ايوه اليوم الثاني بعث لنا واحد نعرفه يمني
ومشينا في الرئيس سالم رباعي على عاوزكم قال لنا ايوه داير تربيكم ايوه وفي المساء جاء من المغرب كده ومشينا وجينا استنانا لوحده و طوال سالنا قال لنا هل انا ناديتكم حصل لقاء قال لي بين فصيل من الساحه الاريتريه مع اثيوبيا فانا عاوز اقدم نصيحه لابد ان تكونوا متواجدين في اي مفاوضه ما تبتعدوا منها يجب ان تكونوا متواجدين حتى تتمكنوا من معرفه ماذا يدور يعني مش تقولوا يعني هم لوحدهم عملوا لقاء وكده لكن الطريقة الطرح بتاعه أو النصيحة والتعليق عليها يعني كان كأنه يحذرنا كان وفي ناس قال لنا هنا في عدن جماعة يعرفوا قال أيوه في عدن أيوه جماعة يعرفوا يعني ما كلموكم قاعد يقول لي جماعة يعرفوا وانتهى اللقاء ورجع. طيب عبد الله للتاريخ والرأي رأيك قد يكون السؤال شوية دقيق. هناك كانت محاولة لاستملاء جبهة تحرير إريتريا ودعمها في مشروع تصفية للجبهة الشعبية، هل قدم هذا الاقتراح من أي جهة؟ نعم في المعسكر الاشتراكي؟ لا ما معسكر الاشتراكي، اللي قدمه هو على ناصر محمد رئيس الوزراء اليمني الجنوبي. كان صديق للجبهة الشعبية؟ نعم كان صديق للجبهة الشعبية برضه. يمكن تحاول أيوة. كان عنده ميول طبعا لكن أيوة. ما صداقة دي لا هو صديق للكل كان أيوة. المهم احنا كاتحاد عن طلبة إريتريا كنا جينا في عدن التقينا به أنا وحامد صالح مصطفى الله يرحمه وكان كلامه يعني أكثر من إيجابي لثورة إريتريا ككل وتجربته هو في دعم حتى لما كان في مرحلة التحرير في الدعم العسكري وكذا يعني. فلكن انت قاعد تقول لي هو اللي طرح اشرح لنا ايوه هو اللي طرح وكان معاي ادريس حمداي ادريس حمداي رئيس مكتب الجبهة في عدن ايوه والكلام زبدة الكلام قال انه هذا التنظيم خطر على المنطقة وخطر على القوى التقدمية وخطر عليكم طبعا عليه عليكم انتم كجماعة لا وعليه ايوه وعليه قال شنو ايوه وعليه قال تقرر قال تشاورنا مع جهات ووجدنا الحل الوحيد انه احنا ندعمكم بالسلاح وفي السلاح كمان سلاح نوعي و والتموين وأظن قال بقدر ما يتيسر شيء من المال يعني وفي واحد قال سفيرنا قال تعين يمكن عنده أسبوعين كده نعرفه ولا الشاب صداقة عندنا معه كان يشتغل في مكتب عبد الفتاح يعني زي هنا يعني كوادر مدير مكتبه وولد واعي قال هناك موجود فين موجود في الخرطوم ايوه ف سلموه اللائحه بتاع الاسلحه اللي انتم عاوزينها يعني الاسلحه كل المطالبات اللوجستيه ايوه اللي تشوفوها سلموها لهم و يعني ولازم الموضوع ده يتم بسرعه كمان. الكلام ده متى؟ الكلام ده 79 يعني 79 ايوه 79 دي في قمه انتصارات الجبهه الشعبيه على الجيش الاثيوبي بعدين طرح حاجه ثانيه كمان قال اذا ترغبوا
ممكن يكون في تنسيق بينكم وبين هيئة الأركان الإثيوبية عشان تتعاونوا في إنهاء التنظيم ده. دي جريمة. ودي أنا رديت عليها وقلت له ده تنظيم أولا من حيث الخلفية بتاعه تنظيم في قطاع واسع من الشعب يعني يأيده وواقف معه وعنده أطروحات غريبة لكن برضو واجد قبول منه. أيوة قول الواجهات والنخب وكده ده هذا. والجانب الثاني يعني برضو الفرق في القوى العسكرية ما كبير خالص يعني بيننا وبينهم، لكن احنا عندنا ميزات كثيرة يعني عدديا أفضل، وفي نفس الوقت كمان عندنا ميليشيات قريب ل 35,000. فهو ذاته شوية ما حب التبليغ ده كده، فقال لي انت عرض على القيادة. قلت له ده هو طبعا هذا ما سأقوم به يعني عرض على الكلام صح. ومشينا خلاص. انا رجعت جيت الخرطوم ومشيت في السفير ده، والسفير ده بحكم تغارب بيننا وكده ما اعرفه وكده يعني مرة واحد كان مصيب دي فرصتكم ودي لابد ان تغتنموها. التنظيم ده يشكل خطر على الشعب الإريتري وعلى جبهة تحرير إريتريا وعلى الأنظمة التقدمية وكذا. النتيجة؟ فحسن تجيب لي اللائحة بسرعة قال. وقعدت يومين كده مشيت المهم مقر القيادة منه وأخذت زي 10 يوم ورجعت والتقيت به. وين اللائحة قال؟ أين؟ ناقشت مع القيادة؟ ها؟ لا ما ناقشت. كيف ما لا ما مع كلهم. أيوة. يعني الموضوع ده يعني ما سهل. مجرد طيب ناقشت أيوة. مع مين؟ أيوة يعني ناقشت مع أحمد ناصر. أيوة. أيوة شفت كيف؟ وبعض الشيء كمان. أيوة لا بعدين تراجعت منها. لكن ناقشت أحمد ناصر. أيوة. أيوة. ما ناقشت إبراهيم محمد علي. لا لا. فوليت يعني قلت ابراهيم محمد علي باعتبار انه كان سكرتير في هذه في تلك المرحله. ايوه ما دا حس ما قصه حزب يعني دي موضوع بتاع جبهه هو وجبهه والحزب. ايوه ايوه والحزب طبعا. لكن انا داير انا شخصيا حسيت انه او كده استنتجت أيوة. انه طرح الموضوع ده في حد ذاته خطا في اجتماع ذاته ما هل يعني هل خطا ولا صح؟ خطا نعم ده الموضوع. أيوة, ايوه ايوه وانا اساسا ما موافق على المساله اصلا. طيب ردك لليمين لكن لاحمد ناصر قاعد وطلعوا يعني ايوه طلعوا قاعد يعني. حتى اتفقنا أيوة. انه لو حصل ده نصف الجبهه الشعبيه بعدين حيصفونا نحن يعني. اكيد طبعا مثلا اكيد خليكم ايوه بعدين نضرب يعني ثوره تقاتل العدو معانا أيوة. بصرف النظر عن خلافاتنا معاه أيوة. وكده يعني يمكن دقيقتين ما اخذنا تونسنا فيهم تكلمنا فيهم وخلاص اعتبرناه بينه وبينه واتقفل. طيب انا حقيف هنا في الفقره هذه و بلا ادنى شك هذا موضوع يعني يهم توضيحه بشكل نهائي. بهذه الجزئية نكون قاب قوسين وأدنى أنه محور العلاقات بتاعت الاتحاد الاشتراكي المنظومة الاشتراكية والأحزاب الشيوعية والقوة التقدمية في المنطقة العربية وغيرها ده المحور ممكن أنهيناه مع جزئية التأكيد على الموضوع الأخير التي تحدثنا فيها حول مشروع اليمنيين المدعوم من بعض القوة في المنظومة الاشتراكية. إلى أن نلتقي نستودعكم الله. دعم مادي يقدمون دعم مادي أيوه شفت يقدموا منح أيوه الدعم المادي في شكله كيف؟ أيوة يقول لي لازم دي فرصة كبيرة وما تتكرر.
تلك الفترة المنظمة كانت منظمة قوية. أيوة. وكان المسموح. بس نحن كنا في آخر أيام تعرف. عرضا لو الجبهة كانت استمرت. لماذا الجبهة لم تستمر؟ وماذا حدث في ملخص موجز